واو، ولا احلى من هيك. انت هلا صرتي كنتي بالمعنى الحقيقي للكلمة. برافو عليك. انا كثير مبسوطة، كثير مبسوطة حبيبتي. برافو، اخذتي بتار اهانة جوزك لإلي. كثير مبسوطة. خلص امي، انسي هالشي، انسي بقى خلص. هلا انتي اخذتي بتارك. اجي، شو عم تقولي يا ابني؟ انا ما عملت هالشي بس مشان اخذ بتاري منه. انا عم بعمل له غلط تاني ومهم. انا عملت كل هالقصه بس لحل مشاكل قديمه بين العيلتين ومشان تفتحوا صفحه جديده كمان. انا نصحتك انه اطلع يلي بقلبك مشان ترتاح. ماما انتي بتعرفي منيح قديش قلبي كبير. أنا بنسى كل شي بقلبي بسرعة فظيعة. بسامح عدوي شو ما كان عامل. بس أنا ما بعرف ليش. ليش الشي اللي ما عم بقدر انساه بالمرة إنه مازن هزمني. بس أتذكر الجروح اللي بوجهي بتضايق وبزعل كتير. عن جد؟ ماشي، معناتها خلينا ننهي الزعل تبعك. فانديتا ضربت جانا كف وسمعت الكلمة تبع حماتها. لهيك مازن بدي ياكل كف منك. ما هيك فاندو؟ لا. يلا فاندو. لا لا، اسمعي شوي. لما البنت بتتزوج من رجال لازم اول شغله تساويها تحقق واجباتها تجاه بيت حمالها. بس اذا ما عملتيها رح تخلي حياتك الزوجيه تصير بخطر يا بنتي. وانتي اكيد ما بدك يصير هيك. لا لا، ما فيني اضربه. لا يلا اضربيه فاندو، يلا اضربيه. يلا فاندو اضربيه. يلا مش حاجه اضربيه. يلا مش اضربيه. ما فيني اضربه. سامحيني مدام رسيلة، يمكن اختي بدها كثير لتتعلم. مازن هلا ما عندك اي اعتراض صح؟ لك انت شو عم تقول يا حبيبي؟ معقول؟ نحن بحياتنا ما كان عندنا اي شكوى ضدك. زواج فاندو صار بكل هالسرعة وما كان فينا نتناقش وناخذ ونعطي بالحكي مع بعض، كنا عم نحكي بالتار. هلا كل شيء واضح. ماشي بنتي؟ انتوا فيكن تروحوا، فاندو تعبانة كثير، كان لازم تضرب اقرب حدا لقلبها. هي بحاجة للراحة. ماشي؟ ما تقلقي، أنا هون جانا. أنا رح أنتبه عليها. رح أصير كنتي هالحلوة بمقام بنتي، ها؟ فاندو، انتبهي على حالك. أخي الله يخليك، روح اتصل مع مازن. سافيتا، أنا صرت متصل فيه أكثر من مرة بس مازن ما عم يرد على المكالمات. منوب شو أعمل؟ يا رب دخيلك. شو بدنا نعمل هلا؟ هدول الناس ما بينوثق فيهم، ممكن ينزلوا لأوطى مستوى بيقدروا عليه. أخ يا ربي. شرفاني شرفاني، اتصلي بالأخت راسيلة على التليفون واسأليها إذا هن طلعوا من عندها. الله يخليك. يلا يلا. معك شرفاني مدام. شرفاني؟ اوه، مرت مازن الثانية.
قولي ليش اتصلتي؟ لا مازن وجانا اجوا لعندك شي؟ يعني هن لساتهم عندك؟ ايه بس هن راحوا من زمان، يمكن صار لهم شي ساعة تقريبا. ليش؟ شو صار؟ ما وصلوا على البيت لسه؟ لا عادي شرفاني، عادي بيكون طلع مشوار مع مرته الأولى، بقيان بس كم يوم للطلاق ما هيك؟ أكيد بيكونوا عم يستمتعوا بوقتهم برا وآخذين راحتهم على الآخر. شو قالت؟ احكي، راحوا من عندها ولا لسه؟ شو قالت لك راسيلا؟ حكت أي شي عن فاندو بنتي؟ ها؟ كيف صحتها؟ ما قالت؟ نيناتهم طلعوا من شي ساعة تقريبا من عندها. يا ربي، لازم يكونوا وصلوا على البيت لكان زهق. وين بدهم يكونوا راحوا؟ قولي لي، قالت أي شي عن فاندو؟ فاندو منيحة ما؟ قولي لي، شو قالت لك راسيلا؟ ماما احكي. فاندو كتير منيحة. إذا هي منيحة معناتها ليش اتصلت بآخر الليل منشان جانا تروح لعندها لهنيك؟ ماما ماما، هذا بيت جديد صح؟ ايه، يعني جو جديد عليها، لهيك كانت متوترة، كان بدها تشوف جانا. انت عم تقول الصدق ما هيك مازين؟ ايه بابا، كل شي منيح. إذا هي قصة صغيرة معناتها ليش انتو اتنين اخدتوا وقت كتير طويل لحتى وصلتوا على البيت مازن؟ انا هلأ حكيت مع الاخت راسيلا من شوي وقالت لي انه انتو اتنين طلعتوا سوا من عندها من شي ساعة، معناتها وين كنتوا بهالوقت المتأخر؟ شو كنتوا عم تعملوا؟ شرفاني مازن، ليش بتضل تنسى انه انا رح صير مرتك؟ ليش بتضل تنسى هيك شغلة وتظلمني معك؟ ما فيني اتحمل انك تكون برات البيت مع اي مرة تانية لوقت متأخر من الليل، ما فيني اتحمل. انا صح بوثق فيك بس ما بوثق بهي المرة، هي عم تستغل فيك شغلة، هي انك انت لطيف ومحترم مع الكل. انت شو مفكرة حالك؟ قليلي شو؟ وحدة ما فيك جنس الحياة، كانت عم تحاول قد ما فيها انه تفرقنا عن بعضنا وتبعدنا، عم تتسلى مع الرجال اللي على وشك انه يتزوج مرة تانية، هي وحدة بلا حياة وما عندها ذرة اخلاق. لك انت وحدة قليلة. بس اخرسي. انت حكيت كتير وتجاوزتي كل حدودك، ليكي حطي هالكلمتين حلق بأدانك، هي لا المرة التانية بحياتي ولا انا الرجال التاني إلها. نحن زوج وزوجة ورح نبقى زوج وزوجة هيك لحتى يجي وقت الطلاق، عم تفهمي؟ ولو وقتها ما بعتقد ابدا اني لازم اقول لأي حدا عن روحاتي ولا عن جياتي. فيكي تفكري شو ما بدك، ما كتير رح يفرق معي. شرفاني سامحيني، الطريقة يلي حكيتك فيها قاسية، أنا غلطت معك. إيه أنت غلطت معي غلطة كبيرة كتير كمان، أنت جرحت مشاعري وأحاسيسي. خلص سامحيني مازن، فيني أتحمل كل شي بس مثل هيك إهانة ما فيني. مازن انت هنتني كتير مشان المرة اللي ما رح تكون معك وقت طويل ورح تتطلقوا بعد فترة وانت لسه بتراعي مشاعرها. ليش مازن؟ مازن انا حاولت بكل جهدي لحقق كل واجباتي، ما قصرت تجاه علاقتنا من
من اليوم اللي بلشت فيه علاقتنا وأنا عم حاول أساعدك. حاولت أعمل كل شي بقدر عليه وكل شي بيطلع بإيدي بس مشان تحبني ولو شوي. معناتها أنا وين غلطت مازن؟ قلي طيب، ليش بتتصرف معي بهالطريقة هي؟ مازن، أنا بعرف منيح إنك ما بتحبني هلأ أبداً ولا رح تقدر تحبني بعدين، بس كل اللي بدي إياه منك هو إنه تحترم حبي إلك شوي وما تجرح مشاعري. أنا قلتلك هالشي ما رح يصير مرة تانية. مازن، فيني أقول شي؟ بالوقت الحالي في خوف عم ياكلني من جوا وكتير قلقانة. بحس إنه جانا عم تدخل بحياتنا بس مشان تفرقنا. أنت غلطانة، جانا ما رح تعمل هيك شي. وأنت كيف فيك تكون واثق من هالشغلة كل هالقد؟ لأنه ما حدا بيعرف جانا أكتر مني أنا. يلا تعي كلي. لوين رايحة؟ أنا بدي جيب مي. إيه ما في داعي تروح تجيبي مي، أنا هون بس مشانك أنت وبس. خليكي قريبة مني، تعي لهون. أجيت إذا بتريد خلص. أنا ما عم أعمل أي شي غلط ولا شي غلط، أنا عم أعمل معك شو الزوج بيعمل مع زوجته بالليل، مفهوم؟ أجيت، أجيت إذا بتريد بعد، أجيت بعد عني، أجيت. خلص بانديتا خلص، ما عندك أي سبب لحتى ترفضيني أنا زوجك. هلأ أنت رسمياً مرتي. لا أجيت. أنت مرتي، عم تفهمي؟ عندي الحق، خد شو ما بدي، هذا حقي. أجيت، أجيت، أجيت بعد عني. تعال، لا أجيت، لا، لا، لا أجيت. لازم تسأليني لمرة واحدة يا بنتي، ما كنتي عملتي أي شي بلا ما تسأليني يا حبيبتي من وقت ما كنتي صغيرة. طيب قوليلي ليش أخدتي هيك قرار وما حكيتي مع حدا يا فندو؟ كيف رح تكملي حياتك مع هالرجال الحقير؟ كيف؟ كيف؟ فاندو الوردة المفتحة رح تدبل بكير. أنا ماني معك يا بنتي، ماني هنيك. شو رح يصير لك يا قلبي؟ بتعرفي شو يا جانا؟
وقت حبيبتي فاندو تخاف من شي شغلة لما كانت صغيرة كانت تجي ركض لعندي وتخبي وشها، بس ما عندها حدا هونيك، وين راح تروح تبكي؟ كان لازم تسأليني عن رأيي بزواجك هاد يا فاندو، ليش عملتي هيك؟ بتكون فهمت هلا انه هي صارت عبء علينا. انت غبية يا فاندو، بحياتهم الاولاد ما بصيروا عبء على اهلهم بحياتهم. هي غلطتي، انا كنت دايما وقف ضده وما كنت وقف جنبه، ودايما قدامه عم سبع حياتي. كنت دايما اقول شو رح يفكروا العالم فينا، شو رح يقولوا عن بنتي. اهملتها كتير يا ربي، لو كنت حس فيها وحس بمشاعرها ولو سمعت لها شوي ما كان صار هالشي ابدا. بس يا جانا، هي ما انا غلطانة ابدا. انت بتعرفي امك القاسية يا بنتي، امك مرة كتير صعبة، بس انا بحب ولادي الثلاثة كلهم مثل بعضهم والله العظيم. والله بحبهم والله. أمي كل شي رح يكون منيح أمي، لحد اليوم الرب من فوق حمانا من كل المشاكل الكبيرة، واجهنا كتير صعوبات بحياتنا وتغلبنا على كل شي. أكيد الله رح يوقف معنا. كمان فاندو بنت كتير حكيمة، هي رح تخلي آجيت يغير طباعه، أنا متأكدة، ورح يبقوا مبسوطين مع بعض للنهاية. ماشي؟ ايه؟ مدار، أنا معك إنه فاندو قرار زواجها من أجيت فجأة كان صدمة كبيرة لإلنا، بس هلأ فاندو صارت مرته بشكل رسمي لأجيت، وهلأ أجيت صار صهرنا كمان، لازم نتقبل الوضع اللي نحطينا فيه ونتعامل معه بأريحية. أنت شو قصدك تقول؟ ده مدار، أنا اللي كنت قصده بحكي بالضبط إنه فاندو بنتنا خلص تزوجت، بس أكيد مسؤوليتنا ما خلصت عند هيك، نحن من طرف البنت ونحن واجبنا نحترم صهرنا ونقدره ونحترم أفراد عيلته كمان، لهيك أي شيء قررنا نعمله خلال زواج فاندو لازم نعمله هلأ، ما فينا نبعتها هيك على بيت حماها، لازم نعطيها كل الهدايا يلي كنا مقررين من زمان نعطيها إياهم بيوم عرسها. كنت عم فكر بنفس الشيء، لازم نروح لعندهم ونعطيهم مجوهرات تياب وجاطات مثل ما بتقول العادات عنا. أمي ما تقلقي أبداً، ما رح يكون في شي ناقص من طرفنا. إيه؟ ما رح نقصر مع فانديتا بأي شي كان، لا تاكلي هم، وما رح نعطيهم أي فرصة ليشتكوا منها. إيه؟ لازم فاندو تعيش بسعادة. بس بتعرف أجيت واحد غليظ وقح، كيف فاندو رح تنبسط معه؟ حتى إذا حاولنا كل جهدنا أجيت ما رح يغير حقارته وقلة أدبه معنا نهائياً. بابا ليش عم تفكر بهي الطريقة؟ أصلاً ممكن يتغيروا بعد ما يشوفوا ميزات فاندو مثل أدبها وأخلاقها العالية. ما لازم نعمل أي غلطة من جهتنا نحن، وبركي بعدين إن شاء الله كل شيء رح يكون أحسن بكتير. مازن، بدي أطلب منك طلب، اتصل بيت حماها لفاندو واعزمهم على العشاء ببيتنا الليلة، وأصر عليهم بالعزيمة.
إذا بدنا نصونا لهالعلاقة ليش ما نبلش؟ إيه روح. ماشي. ألو؟ ألو مين عم يحكي؟ ألو؟ شو ما حبيت صوتي؟ ليش ما عم تحكي طيب؟ إذا ما بدك تحكي ليش اتصلت؟ ما زين معك. هوهوهوهوهو ابن حماي بذاته. اللي شو المشكلة؟ شو صار؟ شو صار؟ هلأ الماضي كله اختلف كله خلاص؟ الكفوف تبع امبارح سكرت الحساب كله ما؟ انا بصراحة نسيت كل شي صار. نسيت كل شي صار بيناتنا. شو؟ انا بدي اياك انت كمان تنسى كل الماضي. كل الاحوال اللي ليش اتصلت؟ ان شاء الله يا مازن ما يكون في شي خطير. شو؟ عكل حال عكل حال. باختصار يلا اللي ليش اتصلت ابن حماي؟ انا بدي اعزمكم كلكم على بيتنا. انت وفاندو زوجتو بمثل هيك وضع يعني قصدي ما صح لنا فرصه نعمل اي عرف متعودين عليه بالعيله. لهيك بتمنى انت وافراد عيلتك كلكم تجوا على العشاء ببيتنا الليله. نتمنى ليك رجيت. انا عم بعمل جهدي لصون هالعلاقه بيناتنا. بتامل انه تفهم. ابن حماية معقول يعني اني ارفض عزيمتك؟ ليش بدي ارفض بعد هالحكي؟ بالواقع رح انبسط كثير انه نيجي لعندكم اليوم المساء ونحن اكيد جايين مع اختك. بتمنى يعني انه تستقبلونا بطريقه بتليق فينا يا ابن حماي. رح نعمل كل جهدنا لهذا الشيء. ايه بعرف انا بوثق فيك كثير يا مازن. مازن على طول بيقول وبينفذ شو بيقول. تمام معناتها بشوفكن المسا. ماشي باي. رح يجوا اليوم المسا. ما لازم نضل قاعدين هيك. يلا قوموا. إيه خلونا نبلش بالتحضيرات. يتحسن تدريجيا. أجيد أنا عم بحكي عن ابني أجيد. شوي شوي رح يحسن طباعه. بالمناسبة هو ماله عاطل من جوا بس فيك تقولي مزاجي نوعا ما هيك سبحان الله. بس رح خبرك شغلة بنتي، 90% من الناس بالعالم تتغير طباعهم بعد الزواج. أمي الشاي. يسلموا يسلموا هالإيدين. الشاي عملته كنتي الحلوة. أنا كنت فاقدة الأمل إنه استمتع فيه من زمان. بيت أهلك معنا من شوي. أخوك يعزمنا على العشاء لعندهم اليوم المساء. ماشي؟ لازم أعمل شي مشان هالعلامات. عيلتها لهالبنت ما لازم ينتبهوا عليها بأي طريقة ولازم خبيهم وإلا رح نتبهدل. التضخم المالي عم يزداد يوم بعد يوم. إيه بابا. شو هاد؟ فينود الحقيقة ماما وآجيت انعزموا على بيت مازن للعشاء اليوم المساء. ولأني أخته الكبيرة يعني مشان هيك ماما بدها نروح معهم سوا لهنيك اليوم. لا مانو ما فينا نروح لهنيك. خالتي سافيتا ما رح تحب هالشي. بكل الأحوال هي أصلا حاطة شرط على جانا. بس فينود
نحن أكيد ما رح نزور بيت أهلها لفانديتا كأفراد لهي العائلة. أنا أخته لأجيت الكبيرة وأنت كمان صهره، رح نروح على هالأساس. لهيك ما بعتقد إنه أم مازن رح تعارض. حتى ولو مانو، نحن ما رح نروح. هديك الجازة أصلاً عملت توتر بالعيلة، والتوتر رح يزداد إذا نحن بس رحنا. فينود؟ فينود، أنا بظن إنه مانو مع حق. بابا ليك، أنت مو بس بتكون أخو فانديتا، أنت صهر أجيد كمان. أجيد هو صهر هديك العيلة، إذا هن عزموه على العشاء مع قرايبينه المقربين ومع العيلة نفسها، معناتها أنت ضروري تروح لهنيك. فينود، روح لهنيك يا ابني، روح مع مانو، هيك أحسن. ماشي، منروح على العشاء. ساتيش، أنا كتير قلقانة على فانديتا، من جهة أولى أجيت ومن جهة تانية راسلة، الله أعلم شو بتكون عم تعمل لوحدها. أكيد اتنيناتهم حولوا لها حياتها لجحيم أسود. بس هي غلطت، كان لازم تفكر بتروي. هي ليش أخذت هيك قرار؟ قرارها بالزواج من أجيت كان غلط كبير. في مرات البنت بتكون مجبورة على شغلات ساتيش. ألو؟ إيه قول؟ كيف؟ إمتى صار هالشي؟ تمام، أنا رح أشوف شو لازم أعمل. هي لا تنسوا، اعملوا مثل ما قلت لكم، أوكي؟ لوقتها ولا واحد رح ياخذ أي تصرف تجاه القضية، واضح؟ ساتي، شو المشكلة؟ سلطات الشركة ختمت كراج مازن بالشمع. شو؟ بس ليش؟ يمكن لأنه بسبب شي مو قانوني أو رخصة بناء كمان مو قانونية. أنا ما عرفت كل هالتفاصيل، بس رح أعرفهم لما بوصل لهنيك. شو عم يصير يا الله؟ يا ترى شو رح يعمل صهري بعد كل شي صار؟ عيلته كلها هلأ عايشة من دخل هالكراج. ساتيش، أنا واثقة إنه صهري ما حكى عن هالشي لأي حدا. ألو؟ ألو خالي؟ أنا فارشة أختها لجانا. إذا بتريدي فيك تنادي لأختي؟ أختك عندها موبايل خاص فيها، ليش ما بتدقي لعليه؟ ما فيني نادي لها هلأ لأنه هي عم تشتغل هلأ بالمطبخ. خالي، إذا بتريدي أنا لازم أحكي معها ضروري. ماشي، رح نادي لها. هي جانا، دعي أختك على التليفون. أنت عندك موبايل ما هيك؟ على القليل ادفعي الفواتير من شان هالحكي، ايه؟ بيت اهلك دايما بدقولك على الرقم الارضي. طق الحنك، بيزعجني كتير انا. الو، ايه فارش؟ اختي، انا بدي اقول لك شغله كتير مهمه. سلطات الشركه ختموا كراج صهري مازن. يا مازن، اللي شو مشان المشكلة اللي كنت عم تواجهها بالكراج؟ لا بابا، خلص انحلت، ما عاد في مشكلة. اللي شو كمان لازم جيب؟ ايه يلا اكتب عندك لشوف. الو، ايوه، من هدول. الو اختي، كتر لي من اختي. انتي عم تسمعيني؟ الو، ماما اكتشفت هدول الجروح وحاولت تخبي لك ياهم. عملي جهدك ما حدا يشوفهم من بيت اهلك. ولا بتعرفي شو ممكن اعمل معهم؟ ولا بتعرفي شو رح اسوي؟ رح اعمل لك 10 جروح جداد على كل جرح من جروحك. فكي Ha ha ha!
حاول حل مشكلة الكراج بأي طريقة. الله يخليك، أنا واقع بمشكلة كبيرة. أنا عم حاول أعمل كل شي بقدر عليه، عم أبذل جهدي كلياته. خلي عندك شوية صبر يا أخي. ماشي، اسمع لقلك، أنا بدي أطلب منك طلب. قلي. أنا بحاجة مصاري، شي 300 ألف روبية. متأكد؟ برجع لك ياهم بأقرب وقت ممكن. شو؟ خرج دبر لي ياهم. مازن، أنا رح أعمل كل جهدي. يعني أنت بتعرف؟ أنا حطيت كل شي كان معي مصاري مجمعهم بهالكراج، وبابا راح برات الهند لأنه عنده شغل كتير مهم برا. ليك ما تقلق، خلاص إذا فيني أخذ قرض من أي حدا بالسوق وقتها رح أخده، ورح أتصل فيك بأقرب وقت ممكن. ماشي. انت ليش مخبي علي هيك شغلة مازن؟ وحتى لو مو مطولين، انا لساتني لهلأ مرتك. لحد ما نتطلق انت ما عندك الحق تخبي عني اي شي مازن. ما بصير تتحمل كل هالحزن لحالك مازن. انت مو مضطر انك تشارك سعادتك معي، بس المفروض تشاركني احزانك وتشاركني مشاكلك كلها. جانا، أنا كنت مازن، كان فينا نفكر. ما قلو طعم التفكير بأي شيء هلا، كله طرق مسكرة. مشكلة الكراج لسه ما انحلت، فجأة صرنا بحاجة للمصاري. أنا ضايع ما بعرف شو لازم أعمل. بس في طريقة مازن، فينا ناخد شي مبلغ من بوليصة تأمين ساشي. لا جانا، هدول مو من حقي أبدا، ما فيني استعمل هدول المصاري، هدول من امين لشرفاني وابنها. انا لازم دبر المصاري باي طريقه كانت جانا، بس ما بعرف كيف بدي دبرهم هلا. مازن، انا رح كون معك بكل خطوه بتعملها. انا رح ادعمك قد ما بقدر مازن، رح اعمل جهدي لساعدك. بس بحياتك ما تفكر انه انت لحالك مازن، انا رح ضل جنبك عطول. ما بتعرفي قديش وجودك جنبي بيرفع من معنوياتي كتير. انت دائما كنت دعمتيني ووقفة. معناتها مازن ليش خبيت عني هالشغلة؟ قلي. ما فيني زيد همومك جانا، بقصدي او بلا قصد سببت لك ألم كتير، ما فيني أجرحك. جانا، ما تقولي قصة الكراج لأي حدا بكل الأحوال، ماشي؟ لو سمحتي. مازن، لا تقلق، ما رح أخبر أي حدا. سرك كبير غميق. أنا مستعدة أعمل شو ما بدك، بس المهم تنفك زنقتك. أخي؟ أنتي جانا؟ بدك تقرري إذا عن جد بدك تعيشي معنا، لأنه إذا وافقتي بدك تتركي كل شي بيربطك بأهلك، يعني يا نحنا يا هني، ولا حدا فيهم رح يقدر يجي لهون ويشوفك. فإذا بتوافقي على هالشرط فيك تفوتي على البيت. أهلاً أنتي جانا. لا سافيتا، قبل ما تقولي شي كلمة خلي شي واحد ببالك. مانو مو بس مرت أخو جانا، هي كمان أخته لآجيت. أهلا وسهلا، كيفك بنتي مانو؟ كيفك يا فينود؟ الحمد لله. يا حلوة، عرفتيني ما؟ كيفك جانا؟ أنا منيحة أخي.
كيفك مازن؟ تمام، تفضل. وين الباقي؟ لاخت راسيل لو اخوك اجيت. هن طلعوا ورانا، هلا بيوصلوا شوي تاني. بتعرفي لكشمي؟ طالعة فاندوم مثل الأميرات والله، ما هيك؟ ايه والله معك حق، فستانها كتير تقيل ولابسة كتير مجوهرات، الظاهر فاتت على بيت احمى أغنية كتير. هالشي كتير منيح، وتوتر الأخت سابيتا راح وانتهى على الأخير. ايه وطلعت فاندو كتير محظوظة. خلاص حبيبتي قاعدة شوفوا وصلت فاندو. مدام راسيلا تفضلي، تفضل سهرنا. العفو فاندو، كيفك منيحة؟ أنا منيحة عمي. أجيت؟ رضا لا العفو. يا حبيبتي لا تبكي، لا تبكي يا قلبي، لا تبكي يا بنتي، لا تبكي. كأنه هالبنت بحياتها مو شايفة مجوهرات بالمرة، أو يمكن ماما خلتها تلبس كتير مجوهرات. أصلاً هي حتى ما عطتني كل هالقد مجوهرات مثلها. أختي؟ شو هالحلو؟ شوفي ولا شي. خلص بس حبيبتي، بس باندو بنتي، يمكن لأن عم أشوفك أول مرة بعد ما تزوجت، يمكن مدام راسيلا تفضلي عادي لو سمحتي. صهري مازن، إذا أنت بحاجة أي مساعدة اللي بدون تردد، أنا ماني ضيف هون. تفضل. يسلموا ابن حماي، يسلم. لا فاندو، تركي كل شيء روحي قعدي مع أمك وأبوكي، هاي أول زيارة بعد الزواج، يلا أمشي. مرت أخي أنا منيحة، أنا حابة ساعدك إذا بتريدي لتعرضيني، لو سمحتي خليني عندك. ماشي. مرت أخي، فاندو ورجيني، فاندو. مرت أخي، فاندو. بس بس
شيء رح يكون منيح، الله رح يساعدنا. بكفي حبيبتي لا تبكي، بس 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 روقي. مدام راسيلا، انت زينتي لنا بيتنا البسيط وبتمنى انك تعتبري فاندو مثل بنتك تمام، وبتمنى تهتمي فيها وتديري بالك عليها كثير. لا ولو، ما تقلق ابدا من هالناحيه، اصلا فاندو مثل بنتي ورح اهتم فيها كثير. قد ما بتتزين هذا حقها، هي عن جد بتستاهل. مو هي صارت كنه لوخاندي؟ انت عم تعملي كثير لفاندو ككنه لإلك، بس هاي بنتنا لهيك نحن لازم نعمل شي مشانها. رح نعطيها عقد ما فينا ونلبسها على قد ما منقدر. يسلموا. شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ نحن ضد مهر الزواج للبنت، ما بدنا اي شي منكم. اخت راسيلا، نحن ما عم نعطي اي شي كمهر زواج، قصدي عم نعطي من محبتنا. اي صحيح نحن مانا أغنياء وميسورين مثلكم، وما فينا نقدم لها ذهب وقصور وسيارات، بس الأهل بيحتفظوا بشي لبناتهم من وقت اللي بيكونوا أطفال صغار. أنا ما عم أحكي عن المصاري، أنا عم أحكي عن المحبة، ونحنا بدنا نعطي فاندو نفس المحبة هي. بس يعني ماما خلاص لا تكوني عنيدة، عمي أكبر منا وبيعرف بالواجب أكتر. نحن لازم نحترمه ونقدر كلامه. إذا كتير حابب ومقرر إنه يعطي شي لبنته، معناتها ليش عم ترفضي؟ بس يا ابني القصة، نحن شو رح ناخد منهم؟ شو ما كان عندهم ما رح يطابق مركزنا ومستوانا، وشو ما عطونا ما رح يناسب حالتنا، ولأنه اللي رح يجيبوه ما رح يكون قد المقام، لهيك فاندو ما رح تلبسهم. رح يضلوا محطوطين بالغزانة وملحوشين بلا قيمة. ماما ليش عم توضحي الموضوع؟ هن بيعرفوا عن حالتنا ومركزنا ومستوانا، مشان هيك أكيد رح يعطوا بنتهم الشيء اللي رح يناسب حالتنا، وبالنهاية طبعاً هي بتضلها بنتنا الوحيدة. المفروض يعملوا هالشي مزبوط؟ ماشي لكان، إذا هيك المفروض معناته ما عندي أي اعتراض. أعمل شي واحد بس، أعطيها لفاندو شي 20 أو 25 فستان مثل يلي لابستن، وكمان بنفس الجودة طبعاً. أو نفس مقدار الذهب اللي لابسته هلا، وما بدنا أي شيء تاني غير هيك. وإذا بدك تلفزيون، براد، سيارة، وقتها هالشي بيرجع لكم أنتو، أنا ما رح أطلب شيء تاني. يعني هذا اللي بيناسب مستوانا. نحن أكيد رح نحاول نكون على حسب توقعاتك ومستواكي. تأخر الوقت، لا تواخذونا، لازم نمشي. نمشي فاندو؟ يلا بالإذن. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.